السلام عليكم، اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. فيديو النهارده ان شاء الله هتكلم فيه معاكم عن يعني مطهر معوي حلو جدا جدا للطيور، يعني فوائده كتيره جدا للطيور، بين حاجات موجوده عندنا في كل بيوتنا، سهله قوي، رخيص جدا، ولكن هو غالي جدا وعالي جدا في القيمه بتاعته. واعتقد ان في كتير من المطهرات المعويه بيدخل فيها بعض من العناصر او المواد اللي انا هكلمكم عنها النهاردة في الفيديو. المطهر ده حلو جدا ان شاء الله، باذن الله لما جربوه لطيوركم مش هتبطلوا تستخدموه، وسهل زي ما انا قلت ورخيص كمان، ويعني مش هندفع فيه فلوس كتيرة زي اي حاجة كيميائية، لان مش هيضر طيورنا كمان، لانه مواد طبيعية من عندنا من البيت. على طول كده هتكلم معاكم عن المواد اللي فيه. احنا بصوا بقى هنعمل ايه. ده اللي انتوا شايفينه في ايدي ده روزميري وزعتر. الروزميري او اكليل الجبل والزعتر سهل جدا ان انتوا، حتى يعني انا بشوف ان من المناسب جدا ان يبقى عندكم زرع للروزميري وللزعتر، موجود عندنا طبعا، وللريحان حلو جدا ان يكون في بيوتنا. لو نعرفوا فوائده خشوا على جوجل هتعرفوا فوائده ايه بالنسبه لينا احنا كبني ادمين وكمان للطيور بتاعتنا. طيب انا استخدمت الروزميري والزعتر، بس اخدت فرعين من اللي عندي دول اللي انا زرعاهم وغسلتهم غسله كويسه كده، وحطيتهم في اللتر الميه اللي انتوا شايفينه ده. ده لتر ميه عاديه من الفلتر، تمام. هاخد ايه بقى معاهم؟ فصين التوم اللي انتوا شايفينهم في ايدي ده فص توم قسمته بالنص، واللي كان قبل منه ده بصلايه صغنونه كده قشرتها وقسمتها على 4/4 او على نصين على حسب ما انتوا عايزين، وهحطها في على لتر الميه ده. اصبح المكون اللي عندي ايه دلوقتي؟ بصل، توم، ميه عاديه خالص من الفلتر، اكليل الجبل والزعتر. هضيف عليه ايه كمان؟ وخدوا بالكم بس رجاء من الموضوع دوت، عشان ايه؟ دي نقطه مهمه جدا. خل التفاح يا جماعه ليه انواع كتيره وناس كتيره بتتلخبط منه، ودايما انا بقول لكم عليه وانتم بتاخدوش بالكم. خل التفاح فيه خل تفاح طبيعي وفي خل تفاح مش طبيعي. في الغالب اللي مش طبيعي ده بيبقى الوانه اللي هي العاطيه على الاورنج قوي، اصفر داكن كده، في يعني القليل منه شويه اللي هو يعني نص نص طبيعي، اللي هي بيبقى مثلا العلاقاتي على اصفر والكلام ده كله. المهم ما نجيبش حاجه عليها صبغه الوان، او ما نجيبش خل تفاح صناعي. في يا جماعه كتير خل تفاح صناعي في السوق، فنخلي بالنا نقرا النوتس اللي مكتوبه على العبوه من بره ان ده خل تفاح طبيعي 100%. وزي ما انا قلت لحضراتكم الازازه اللي معايا دي امريكاني، ما كانتش غاليه، اعتقد ان هي كانت 25 او 20 جنيه، وقعدت معايا وقت طويل، يعني قعدت معايا تقريبا شهرين ثلاثه في استخدامي العادي للطيور، لان ده انا بستخدمها للطيور بتاعتي. ضفت يعني قد مثلا نص فنجان، او يعني هنقول 3/4 فنجان قهوه على الخليط اللي انا قلت لحضراتكم عليه، اللي هو ايه؟ هعيده تاني عشان ما نتلخبطوش من الناس اللي سرحت او الناس اللي خدت كلام وقامت. ده لتر ميه عليه كم فص يعني فص توم كده مقسوم اتنين، لان انا مش عايزه توم يبقى مركز جدا. عليه بصلايه صغنونه كده قد كره البينج بونج مثلا، قدها وقسمتها على 4 وضفتها مع الروزميري مع الزعتر. الروزميري اللي هو كليل الجبل حلو جدا مطهر. نتكلم بقى عن على فكره قبل ما اتكلم عن فوائد الخلطه دي، في بعض الهواه اعرفهم بيضيفوا اللي هو الكركم للخليط ده، بيضيفوا ربع معلقه كركم للخليط ده، ولكن انا ما بفضلش الكركم انا بالنسبه لي في الوقت ده. ليه بقى؟ لان انا معايا طيور على وضع بيض، واحنا داخلين على الموسم، تمام، او خلاص ابتدينا موسم التفريغ، ففي احتمالات كتيره ان في عندنا طيور خلاص هتبيض. لو ضفت ربع معلقه الكركم دي، ارجعوا لفيديو فوائد الكركم واضراره، هتلاقوا ان الكركم من ضمن اضراره ان بيعمل على كانه ماده قابضه. الماده القابضه دي هتعمل انقباض للعضله المخرج عند النتايه، فمش هتقدر تخرج البيضه، فبتعمل اللي هو البيضه المحشوره او المحصوره عند الطيور، وكمان بيعمل شويه من الامساكات. وانا في الفتره دي انا مش عايزه الكلام ده كله.
عشان كده انا ما حبيتش اضيف ميه، ما حبيتش اضيف الكركم. كمان لو حابين، تضيفوا يعني نص عصره ليمونه كده هيبقى حلو جدا وتحفه بصراحه، بس انا النهارده ما كانش عندي ليمون، وبصراحه انا استكفيت بان انا اعمل كده معاهم. ممكن الليمون احطه نقطتين الليمون على مره تانية، كمشروب يومي كده ويعدي من معانا. فانا استكفيت بالبصل والثوم واكلين الجبل والزعتر وربع فنجان الخل او ثلاث ارباع فنجان الخل. اللي عنده كميات من الطيور، انا بتكلم بقى للمزارع الكبيره، والخلطه دي طبعا انا عارفه ان في معظم المزارع بتستخدمها، ممكن نستخدمها نزود كميه الميه دي، مش ميه مغليه، اوعوا تغلوا الميه دي. بيضيفوا بقى الكمية، بيضاعفوا الكمية وهنضاعف البصل اللي موجود والثوم والكلام ده كله. هيجي حد يسألني يقول لي طب ينفع احط بودرة بصل او بودرة ثوم؟ هقول لكم لا، لان انا ما ببقاش عارفة بودرة البصل وبودرة الثوم الجاهزة دي هم ضايفين عليها ايه، ممكن يكونوا ضايفين عليها اي حاجة تانية، ممكن يكونوا احيانا بيضيفوا عليها دي صدقوني، واحيانا بيضيفوا عليها نشا. فنخلي بالنا ان انا عايزة المية تبقى بالشكل ده، وخلي التفاح زي ما انا بوضح لكم كده لازم يكون خل تفاح طبيعي، ونتأكد تماما ان هو طبيعي. يا جماعة في خل تفاح واخد صبغة، اللي واخد صبغة ده مؤذي جدا والله. انا زمان كان حد قال لي على القطط، القطة عندي كان عندها فطريات، هقول لكم القصة في عجالة. كان عندها فطريات وقال لي الدكتور ده، للأسف انه كان دكتور، وقال لي دي في خل تفاح على الرشاش المية بتاعها ويحميها بيها. طبعا وعطاني العبوة من عنده، كانت عليها صبغة، وطبعا الصبغة دي عملت مشكلة بالنسبة للقطة جامدة، وقعدت وقت طويل بعالج فيها من خل التفاح الصناعي اللي انا ضفته. برضو مع الطيور بيسبب نفس المشاكل، وبيعمل لهم مشاكل رهيبة في الامعاء نتيجة المواد الكيميائية بتاعة الاصباغ اللي موجودة. فما بنصحش بخل تفاح مش طبيعي. حد هيقول لي خل تفاح خل طبيعي من بتاع الاكل بتاعنا، لا برضو ده مش طبيعي 100% مهما يكون مكتوب عليه طبيعي، لا مش طبيعي 100%، وتركيزه هيبقى مختلف. يا جماعة خدوا بالكم تركيز الخل الابيض بتاعنا، احيانا بنستخدمه مع الطيور بس بنزود الدوز شوية او الجرعة شوية على اساس ان تركيزه ما بيبقاش بنفس تركيز خل التفاح. فخدوا بالكم لازم يكون خل تفاح طبيعي. حتى يعني في خل تفاح بيتباع في الصيدليات يا جماعه، بس برضه انا شايفاه اكسبنسيف قوي او غالي جدا، فما فيش داعي. يعني ممكن نجيبه من اي سوبر ماركت او هايبر عالي شويه، كارفور مثلا موجود او فتح الله مثلا موجود، ممكن نشوف خل تفاح طبيعي 100% ده اللي هنستخدمه. انا طولت شويه في خل التفاح لان مهم جدا خل التفاح على الاضافه دي. طيب هيعمل ايه بقى الخلطه دي معانا؟ يعني عايزه اقول لكم حدث ولا حرج في الخلطه دي. اولا كلها مضادات حيويه من البصل والثوم اللي موجوده فيها، الزعتر والاكليل الجبل ده برضو مطهر ومضاد لبعض الفيروسات، مش عايزه ادخلكم في تفاصيل فيها كتير عشان الفيديو ما يطولش، مطهر لبعض الفيروسات وبيقتل بعض الفيروسات، مضاد حيوي طبيعي الزعتر. ارجعوا الفيديو الزعتر وتشوفوا فوائده ايه عندنا في القناة. اكليل الجبل برضو مطهر وفاتح للشهية، والزعتر برضو فاتح للشهية، بنعالج بيه بعض الامراض خصوصا اللي هي في بدايتها. ودايما اقول المواد العشبية بنستخدمها دايما في بداية المرض لو بنلحقه من الاول، ولكن هنحتاج للكيماويات لو الحالة عندنا متأخرة. طيب هندي قد ايه الجرع من البداية المشروب ده؟ ده انا هخليه لمدة 2 3 ساعات وهقدمه للطيور، مش هخمره، ما بحبش اخمره. في بعض الهواة بتخمره لتاني يوم، انا مش بحب ان انا اخمره لان بتركز زيادة قوي على الطيور، فبحس ان هو حامي قوي على الطيور. انتوا شايفين ان هو مش حامي، يعني جسوه بلسانكم كده شوفوا لو مش حامي خلاص، ادوله الطيور بعد التخزين. طيب هندولهم قد ايه؟ طيب ده هناخد منه 5 نقط على المزقة كل اسبوع مرة واحدة، كفاية جدا جدا كل اسبوع مرة واحدة 5 نقط على مزقة المية. هنملى مزقة المية يا اما منه كده زي ما هو على طول، يا اما لو مخمر هتخمروه في شوية من المية صغيرين قوي وتقعدوه 3 4 ايام كتخميرة كده في التلاجة وتاخدوا منه. يبقى هناخد من المخمر ده 5 نقط على مزقة المية، تمام. لكن لو هتعمله زي كده كمشروب ليهم على طول، ده عادي ممكن يتصب في المزائي بعد التصفية ويتصب في المزائي، وهيبقى زي الفل معاهم كل اسبوع مرة. طيب ممكن اديه في العلاجات؟ اه طبعا انا اديه في العلاجات. هديه لقد ايه؟ اديه 5 ايام
متتالية للطائر المريض، سواء مريض ببرد سواء مريض بإسهال، أي حاجة من الأمراض اللي هي ممكن بنعالجها دي في الأول، هيبقى ممتاز جدا وهتبقى الجرعة حلوة قوي معانا. ممكن يفضل معاهم طول اليوم مفيش مشكلة، لأن دي عليه خل تفاح، وخل تفاح بيعمل قواقي كده من أي يعني أي حاجة في الجو ممكن تيجي على المزاقي بتاعتهم. ان شاء الله تستفيدوا منه كده، وان شاء الله بقى لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك للفيديو، ومستنياكم في التعليقات، التعليقات متاحة للجميع. اشوفكم على في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.